مساء الخير يا كابتن سيف، تحياتي ليك طبعا وكابتني كابتن ربيع. مساء الخير يا كابتن طاهر، والف مبروك. الله يبارك فيك كابتن، ربنا يبارك لك. وبصمتك كبيره جدا جدا ما شاء الله على الشريف، دي حقيقه. ربنا يكرمك كابتن ربيع، ربنا يبارك لك، متشكرين يا كابتن. والله بالتوفيق مبروك علينا كلنا كابتن. كابتن طارق، الحقيقه يعني انا ببارك لك النهارده انتصار كبير للنادي الاهلي على نادي الزمالك، ولكن ببارك لك بصفه خاصه، يعني واضح ان في بصمه على كابتن شريف اكرامي يتالق في النادي الاهلي، اصبح الحارس الاول في منتخب مصر، طبعا اصبح الحارس الاول، يعني ده برضو بفضل مجهوداتك، فالحقيقه ده ببارك لك بشكل شخصي. الله يكرمك يا كابتن سيف، انا بشكرك طبعا، والحمد لله رب العالمين على المكسب وعلى التاهل الحمد لله. بالنسبه لشريف طبعا انا يعني الحمد لله سعيد طبعا باداء شريف واداءه الطيب في الفتره الاخيره كلها الحمد لله، وبقى الحارس رقم واحد في مصر دلوقتي، بس طبعا يعني بطلب منه التركيز الفتره اللي جايه، كمان الفتره اللي جايه مهمه جدا سواء للمنتخب او للنادي الاهلي. انما انا دايما عايز اكد على نقطه بس، ان الحمد لله يعني تالق شريف ده راجع طبعا لحاجات كتير جدا، وشغله واجتهاده وتركيزه الفتره الاخيره، وراجل ملتزم جدا 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 الحمد لله. كمان يعني قد ايه عادل وبالصعود بيتمرنوا عامل بشكل كويس جدا، ومنافسه بينهم، ولكن في حاله حب الحمد لله بينا كلنا، وانا اخ اكبر ليهم، وده الحمد لله بان كان بيظهر على شريف في المباريات اللي شريف لعبها سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب. اتمنى يا رب لشريف الفتره اللي جايه برضه نفس التركيز كده، وان شاء الله المرحله اللي جايه مهمه جدا. احنا الحمد لله يعني عدينا طبعا مرحله، انما النادي الاهلي يعني انت عارف انه دايما بيركز انه عايز ياخد البطوله، فدي بالنسبه لنا الحمد لله طبعا على النتيجه والاداء النهارده، انما لسه احنا ما عملناش حاجه، احنا يا دوبك بس احنا عايزين نتاهل اول مجموعه، فلسه عندنا مباراه مهمه جدا يوم الاحد اللي جاي على طول. اتمنى ان شاء الله نعمل مباراه كويسه ونحقق المركز الاول، وبعدين نتكلم بعد كده المباراه بتاع قبل النهائي ان شاء الله. كابتن طارق، يعني وجود اثنين حراس مرمى من النادي الاهلي في منتخب مصر، شريف اكرامي ومسعد عوض، وسمعنا كلام ان مسعد فيه كلام ان انتوا الفتره الجايه تعيروه، هل بالفعل كده ولا ده مجرد اخبار؟ الو كابتن طارق، حضرتك سمعتني؟ يعني سامعك. والله الحمد لله طبعا يعني ما يبقى وجود شريف اكرامي ومعاه مسعد طبعا دي حاجه يعني حاجه كويسه جدا جدا، يبقى في جونين من النادي الاهلي في منتخب مصر. فدي اكيد طبعا انت عارف النادي الاهلي بقى له فتره كبيره جدا ما فيش جون في منتخب مصر طبعا بعد عصام الحضري، فاتمنى يا رب يعني الاستمراريه لشريف ان يبقى يعني ياكد الكلام ده فعليا مع المنتخب ان شاء الله، والمباراه اللي جايه يعني المباراه اللي جايه سواء على ملعبنا او بره ملعبنا بالنسبه للمنتخب مصر مهمه جدا جدا، ان شاء الله نتاهل لكاس العالم، وشريف يبقى جون مصر في كاس العالم هيبدا يحط اقدامه بشكل كويس جدا. وطبعا اتمنى طبعا لمسعد والعادل وابو السعود يبقى ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى ليهم فتره كويسه، وهي في الاخر زي ما بقول لك كابتن سيف انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك وبتخلص في عملك، ودايما صدقني ربنا بيوفق اللي بيجتهد واللي بيخلص في عمله ربنا بيوفقه. طبعا كابتن طارق، هل في احتمالات لاعاره مسعد الفتره اللي جايه؟ لا لا لا، ازاي احنا لسه جايبينه، وصعب الكلام ده جدا جدا، مسعد مكمل معانا ان شاء الله، وان شاء الله صدقني كل واحد بياخد دوره وكل واحد هيجي وقت عليه ويلعب ان شاء الله، بس اهم حاجه يبقى بيتمرن كويس ومركز في شغله، وفي الاخر ان شاء الله كل واحد هيجي دوره ان شاء الله يعني. ان شاء الله اتمنى لك الحقيقه التوفيق، وبتمنى لك التوفيق، يعني ما شاء الله مطلع جيل كبير اهو من حراس المرمى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالنادي